مؤخرا بقيت الاقي كذا ريفيور طالعين يقولوا مفيش فرق بين ريلمي 6 وريلمي 6 برو، مفيش اختلاف ما بين الموبايلين، اشتري ريلمي 6 ولا تشتري ريلمي 6 برو والكلام ده كله. والناس بقى ابتدت تتلخبط، اللي هو ازاي الريلمي 6 اللي هو ارخص من ريلمي 6 برو احسن من ريلمي 6 برو؟ فانا بعد شهر استخدام للموبايلين دول جاي اقول لك بقى الفرق الملموس بين الموبايلين. بعيدا بقى عن فرق الارقام وكده، لا انا جاي اقول لك الفرق اللي هتلاحظه لو جربت الموبايلين دول. وفي اخر الفيديو هقول لك رايي انا بقى، يعني تشتري الموبايل ده امتى وتشتري الموبايل ده امتى. بس بقى فلو انت اول مره تشوفني على يوتيوب فانت دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب غير ما نضيع وقت كتير. يلا بينا نبدا. هنتكلم عن الموبايلين من حيث كل حاجه، الديزاين بقى والاداء بتاع الموبايلات دي واداء الكاميرات والبطاريه والكلام ده كله. فيعني خلينا نبدا بالديزاين بتاع الموبايلات كده في الاول. بالنسبه للديزاين الامامي، فانت عندك مثلا الريلمي 6 برو جايب 2 هول بانشز في الشاشه عكس الريلمي 6 اللي جايب هول بانش واحده. ده كده يعتبر الاختلاف في الشاشه ما بين الموبايلين. غير كده بقى الشاشتين في الموبايلين نفس الشاشه بالظبط، يعتبر يعني الشاشتين اي بي اس ال سي دي جايب ريفريش ريت 90 هرتز وشاشه فول اتش دي بلس. ممكن برده الاختلاف يعني ان الريلمي 6 برو جايب بطبقه حمايه كون جوريلا جلاس 5، اما ريلمي 6 فجايب جوريلا جلاس 3. هل في فرق ما بين الاثنين؟ يعني لا ولا اي حاجه. انا بقول لك الموبايلين لو وقعوا على نفس الارتفاع الاثنين هيتكسروا. هنقلب الموبايلات على ظهرها كده ونبص على الديزاين بتاع الظهر، هنلاقيه تقريبا نفس الديزاين. رصه الكاميرات بقى اللي تحت بعضها دي الديزاين التقليدي بتاع موبايلات ريلمي. بس لو جينا بقى نتكلم عن ملمس بريميوم للموبايل فهنروح لريلمي 6 برو اكيد. ظهر من الازاز بقى وماسكه بريميوم مش بلاستيك زي الريلمي 6. وعندك طبعا علامه الفلاش اللي في الظهر دي اللي بتقعد تغير في الالوان، ديزاين جميل قوي. نتكلم عن نقطه مهمه في الموبايلين هنا بقى، وهي الاداء بتاع الموبايلات او البروسيسور اللي جاي بالموبايلات دي. وهنا بقى يجي نقطه خلاف ما بين الناس ونقطه اختلاف انا كمان برضو مع شركه ريلمي. انا معترض تماما على البروسيسورز اللي جايه ده الموبايلات دي. حرفيا هم جايبين موبايلين ببروسيسورز مختلفه، بس مختلفه كاسامي مش كاداء تماما. يعني انا حابب اقول لك والله انت لو جربت الموبايلين دول زي ما انا جربتهم كده شهر كامل لو قاعد بلعب عليهم هما الاثنين وجربهم كتنقل ما بين الابلكيشنز وكده، مفيش اختلاف اداء تماما ما بين موبايلين. هو الموضوع ممكن يكون مفاجئ ليكم شويه، بس انا بقول لك اهو الريلمي 6 والريلمي 6 برو نفس الاداء بالملي. لو ما انبهرتش من الكلام اللي فات ده بقى، فانا هبهرك اكتر من المعالج اللي جاي في الريلمي 6 اللي هو الهيليو جي 90 تي بالارقام بقى والبنش ماركس وكده، فاداؤه اسرع من المعالج اللي جاي في الريلمي 6 برو الاغلى منه. انت متخيل ان في بنش ماركس قالت لك ان اداء الريلمي 6 اعلى من الريلمي 6 برو؟ يجي بقى حد يقول لي طب ليه هم غيروا البروسيسور في الريلمي 6 برو؟ ما كانوا نزلوا نفس البروسيسور في الريلمي 6 وخلاص طالما هم عايزين ينزلوا نفس الاداء. اهو ده بقى سؤال حلو. يعني الريلمي 6 برو جايب معالج اللي هو السناب دراجون 720 جي، معالج 8 نانو متر. المعالج ده جايب بتكنولوجيا حديثه شويه عن المعالج اللي هو الهيليو جي 90 تي اللي موجود في الريلمي 6، واللي هو معالج 12 نانو متر، معالج كبير جدا. يجي حد بقى يسالني سؤال تاني، طب ايه الفرق بقى ما بين 8 و 12 نانو متر؟ وانا والله جاوبت على السؤال ده في كذا فيديو فات، بس برضه هقول لك نبذه سريعه كده عن الموضوع ده. المعالج ال 8 نانو متر الموجود في الريلمي 6 برو المفروض يوفر لك في البطاريه اكتر من المعالج الموجود في الريلمي 6، وبيساعد في ان الموبايل ما يسخنش معاك. بس هو ده كل الاختلاف ما بين المعالجين الموجودين دول. لكن كاداء في الالعاب بقى وانك تستخدم ابلكيشنز كتيره وكده في نفس الوقت، فالموبايلين ادائهم زي بعض. الحاجة الثالثة اللي حابب اتكلم عنها هي الكاميرات في الموبايلات هنا، بس دي بقى اللي انا معترض فيها مع اغلب الريفيورز اللي عملوا فيديوهات عن الموضوع ده. يعني بجد والله لقيت ناس كتير عماله تقول مفيش اختلاف في الكاميرات، الكاميرات تقريبا بتطلع نفس الصور والكلام ده كله. وانا بقول لك اهو عن تجربة والله، وهعرض لك الصور قدامك دلوقتي، الكاميرات مختلفة تماما. اختلاف لدرجة ان انا لو وريتك صورتين وما قلتلكش ده ريلمي 6 وريلمي 6 برو، انت هتبص وهتشوف هتلاقي صورة احسن من صورة، هتقولي ده ريلمي 6 برو ده ريلمي 6. السكين تونز بقى احسن طبعا في ريلمي 6 برو في الصور بتاعته، تفاصيل اكتر في الصورة بقى، تصور بالليل تلاقي النويز قليله. نفس الكلام ده بينطبق على الكاميرا الاماميه بالظبط، تفاصيل اكتر في الصوره، لون جلد طبيعي، تلاقي الديناميك رينج والاتش دي ار في الموبايل هنا احسن كتير من ريلمي 6. خليني بس كده اكلمكم عن الاختلاف اللي في الكاميرات الخلفيه في الموبايلين دول. يعني انا عايز اقول لك والله ريدمي كل اللي عملته انها شالت الكاميرا الخاصه بالعزل في ريلمي 6 اللي هي كانت 2 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.4 وحطيتها في الريلمي 6 برو ككاميرا تيلي فوتو، تعمل بيها 2 اكس اوبتيكال زوم. الاوبتيكال زوم ده اللي هو كانك بتعمل زوم من غير ما تخسر اي كواليتي، كانك انت اللي طلعت بالكاميرا قدام يعني. وبقت كاميرا 12 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.5. بس والله هو ده الاختلاف اللي ريلمي قايلاه عن الكاميرات الخلفيه في الموبايلين. يعني انا حابب اقول لك برده ان الكاميرا الاماميه في الريلمي 6 هي 16 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0، في حين ان الكاميرا الرئيسيه الاماميه في الريلمي 6 برو هي 16 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.1. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان فتحه العدسه في الموبايل هنا الريلمي 6 برو اضيق من الريلمي 6، وده معناه ان المفروض كارقام ان الكاميرا هنا تطلع صور وحشه بالليل عن الريلمي 6، وده بيحصل عكسه تماما في الصور. والله حتى لما تصور بالليل بالموبايلين هتلاقي الصور طالعه من الكاميرا الاماميه في الريلمي 6 برو احسن من الريلمي 6. ده غير ان الريلمي 6 برو جاي بكاميرتين اماميتين مزودين لك بقى عدسه الترا وايد، وتقدر تصور صور واسعه كده وتجيب تفاصيل اكتر معاك في نفس الصوره، وحاجه بصراحه صايعه جدا ان تشوفها في الفئه السعريه دي. وانا عايز اقول لك بقى ان نقطه الكاميرات دي هي اللي خلتني اعمل الفيديو ده، يعني بجد لان الموضوع استفزني اللي هو الناس عماله تقول
الكاميرات في الموبايلين زي بعض، لا مش زي بعض بس. فكنت حابب اوضح لك النقطه دي جدا يعني. يعني والله بما انك وصلت للثانيه دي في الفيديو فانت شكلك مستمتع بقى بالفيديو كده، فلو لسه ما عملتش لايك انا مش عارف ليه، انزل اعمل لك دلوقتي حالا. بالنسبه للبطاريه في الموبايلين، هنا في البطاريه 4300 ملي امبير اور، بطاريه هتكمل معاك اليوم عادي جدا في الموبايلين، تلعب عليها ببجي مثلا او اي لعبه ثانيه على اعلى اعدادات 5 6 ساعات متواصل، وده رقم جميل جدا يعني في اي موبايل. بس بقى لو عايزين الفرق قوي وكده فريلمي 6 برو هيطول اكتر من ريلمي 6، وده طبعا بفضل المعالج اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو ان المعالج هنا موفر في الطاقه. الموبايلين بيدعموا نفس الشحن السريع اللي هو 30 واط، بيشحن الموبايل من 0 ل 100% في ساعة تقريبا. فيعني حوار البطارية والشحن وكده ده مديك تجربة استخدام مثالية في الموبايلين دول. حاجات سريعة كده حابب اقول لك عنها في الموبايلين دول، الموبايلين جايين بيو اس بي تايب سي، الموبايلين بيدعموا الفيس ريكوجنيشن وسريع جدا في الموبايلين، الفينجر برينت في الموبايلين جاية في جنب الموبايل وبصمة سريعة جدا. بس انا اعتراضي يعني بس على البصمة دي اللي هو فين التجديد يعني، فاهم قصدي؟ والله يعني دي مش مثلا بصمة في الشاشة ولا حاجة فنقول اه دي حاجة جاية من المستقبل وبتاع. انت كل فكرة انك نقلت البصمة من الظهر حطيتها في جنب الموبايل، فانا مش فاهم فين التجديد في الموضوع. جه بقى وقت الكلام عن السعر. انا هتكلم عن سعر النسخه اللي هي 8128، ال6 برو هتلاقيه ب 5300 جنيه موجود في السوق، اما ريلمي 6 فهو 4400 جنيه تقريبا. يعني كده الفرق ما بين الموبايلين تقريبا اقل من 1000 جنيه. طب انا رايي ايه بقى يعني، تشتري ريلمي 6 ولا تشتري ريلمي 6 برو؟ بصوا هو انا قبل ما اقول رايي بس في الموبايلات كده يعني، انا حابب اقول بس ان انا بحب جدا موبايلات ريلمي واوبو 1 بلس، بتديك تجربه استخدام مريحه جدا للموبايل. من الاخر كده بتحب الموبايل اللي انت ماسكه. ده بسبب ايه؟ بسبب البطاريات بتاعتهم اللي بتكمل اليوم في اغلب موبايلاتهم، الشحن السريع جدا اللي بداوهم واخدوا اول خطوه فيه، وما شاء الله دلوقتي الموبايلات بقت في سعر 4000 جنيه اهو وبتشحن في ساعه واحده بس من 0 ل 100%. والسوفت وير بقى بتاعهم مش محتاج اتكلم عنه، ريلم يو اي مثلا هنا جباره، واجهه سلسه جدا وسموز معاك كده. بس لو انت بقى مش اعتمادك الكلي على الكاميرا في الموبايلات، يعني بقى مش كل شويه تاخد سيلفي بقى وتصور بالكاميرا الخلفيه والكلام ده، فالريلم 6 هيبقى احسن لك كتير، وممكن بقى تجيب لك النسخه الارخص كمان، فالموضوع هيبقى حلو جدا بالنسبه لسعره. طب لو انت بقى راجل عايز موبايل متكامل اللي هو حرفيا ما فيهوش غلطه، كاميرا واداء وبطاريه وشاشه وكل الحاجات دي تبقى متجمعه في موبايل واحد ما فيهوش غلطه، ومعاك 5400 جنيه، فهتشتري ريلم 6 برو. انا بقول لك اهو على ضمانتي. طبعا بقى مش محتاج اقول لك يعني، لو عايز تشتري اي موبايل من الموبايلين دول بارخص سعر موجود في مصر وتوصيل يكون مجانا لحد باب بيتك، اشتري من amazon.com، هتلاقي اللينكس تحت في الديسكربشن. وبس كده نخلص الفيديو، يا رب يكون عجبكم، متنسوش بقى لايك وشير الفيديو عشان نوصل للناس اكتر، ولو اول مره تشوفني على اليوتيوب فانت هتقلي حالا نعمل سبسكرايب. في فيديو جديد.